أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأبدأ هذا اللقاء بطرفة مبكية، وبعض الطرائف يبكي، وبعض القصص المضحك وبعض القصص المبكية تضحك. هذه الطرفة تتحدث عن مستشفى. هذا المستشفى فيه غرفة للعناية المركزة، وكان فيه مدير أبعد ما يكون عن إثارة التساؤلات في ذهنه، فكان ينفذ ما يأتيه من تعليمات ولكن لا يبحث عن أوضاع ذلك المستشفى. ففي يوم من الأيام في ساعة معينة، ولنقل بأنها الساعة 8 صباحا، توفي أحد المرضى في غرفة العناية المركزة. في اليوم الثاني توفي مريض آخر في نفس التوقيت. في اليوم الثالث توفي مريض رابع، وهكذا استمر الوضع. وكلما سئل المدير ما الذي يحدث، يقول هذه إرادة الله، لكل أجل كتاب. إلى أن جاء يوم من الأيام و عين مدير آخر لذلك المستشفى، بعد أن قضى عدد غير يسير من المرضى نحبهم، وكلهم يموتون متى؟ الساعة 8 صباحا. يعني عندما عين ذلك المدير الجديد، قال هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، لا بد من البحث عن الأسباب. فجاء واجتمع بفريق الأطباء، وجاء ينظر في شهاداتهم وفي سيرهم الذاتية، ووجد بأنهم جميعا من المشهود لهم بالكفاءة. جاء وبحث عن مهندس مختص كي يبحث لعل عطلا في أحد الأجهزة الموجودة في تلك الغرفة، ولكن عندما جاء أولئك المهندسون من الخبراء الداخليين والخارجيين أجمعوا على أن هذه الأجهزة هي على أحسن ما يكون، وأن المستشفيات الراقية هي التي تتوفر فيها مثل هذه الأجهزة. ثم قرر بأن يبحث الأمر بنفسه، فدخل إلى الغرفة قبل حدوث الفاجعة اليومية بساعتين. وعندما جاءت الساعة 8 دخل عامل النظافة، وكان معه هذه المكنسة الكهربائية يريد أن ينظف الغرفة، ولم يكن هناك مقبس يستطيع أن يضع فيه المكنسة الكهربائية، فكان في كل يوم يأتي ويطفئ الكهرباء عن جهاز التنفس ويضع المكنسة ويكنس الغرفة، ثم يعيد كل شيء إلى ما كان. في تلك اللحظات يكون ذلك المريض قد غادر الحياة، وإذا عرف السبب بطل العجب. بكل سهولة أضافوا مقبسا آخر وقالوا لهذا العامل، أو ربما لعامل جديد، منذ اليوم لا تستعمل هذا المقبس، وربما أدخلوه في دورة حتى يعرف هذه الأجهزة وأهميتها وضرورتها، وانتهت المشكلة. هذه القصة لعلها ضرب من الخيال، ولكن إذا جئنا لنبحث في واقعنا سنجد بأن عشرات ربما مئات المواقف التي تحصل يوميا هي أشد أنكى من مثل هذه القصة.
السبب هو فقدان ثقافة التساؤل. عندما جاء شخص بدأ يبحث لماذا، ما الذي حصل، لماذا الوضع هكذا، لماذا يموت هؤلاء تحديدا في الساعة الثامنة، عندما بدأ التساؤل وجد أول الطريق لحل المشكلة. الأمة المسلمة مر عليها وقت من الأوقات كانت ثقافة التساؤل فيها على أشدها، وكانت تثير أسئلة، وليس بالضرورة أن هذه الأسئلة ستجد لها الجواب مباشرة. واحد من هذه الأسئلة مضى عليه أكثر من قرن من الزمن، عندما جاءت الحركة الإصلاحية مع محمد عبده ومن؟ جمال الدين الأفغاني ومن؟ سيد قطب، وكذلك قبلهم من؟ شكيب أرسلان، وهنا في عمان الإمام نور الدين السالمي، وفي عمان ثم في شرق إفريقيا أبو مسلم البهلاني، وجاء غيرهم. كان في ذلك الوقت يثار تساؤل دائم، عبر عنه شكيب أرسلان في كتاب له بعنوان لماذا تقدم المسلمون وتأخر غيرهم. هذا السؤال كان يطرح باستمرار. ثم عندما انتقل محمد عبده وجمال الدين الأفغاني إلى فرنسا حيث نفاهما الاحتلال البغيض، التقيا في غرفة واحدة واتفقا على السؤال واختلفا في الجواب. منهم من يقول بأن علينا أن نبدأ بإصلاح القاعدة العريضة من المجتمع، ومنهم من يقول لا، لا بد أن يصلح أولا الهرم، فإذا أصلحنا الهرم صلح المجتمع. وليس هناك من عيب في اختلاف الأجوبة. إثارة التساؤل أدى إلى ما جاء بعد ذلك من نهضة المسلمين، وإثارة التساؤل هي التي أدت إلى ظهور مجلة العروة الوثقى التي جعلت الاحتلال البغيض يعني في حيرة من أمره. وبعد ذلك استمر بعض علماء المسلمين في إثارة التساؤل بطريقة أخرى. جاء أبو الحسن الندوي فألف كتابا عنوانه ماذا؟ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وحاول أن يجيب على هذا السؤال. ثم من المعاصرين جاء يوسف القرضاوي، الدكتور يوسف القرضاوي، وألف كتيبا صغيرا عنوانه أين الخلل، وهذا السؤال حاول أن يجيب عنه حتى ألد أعداء الإسلام في عصرنا من أمثال برنارد لويس في كتابه What Went Wrong، أين حدث الخطأ أو ما الذي سار في طريق خاطئ إن صحت الترجمة. ما نعانيه اليوم هو أن الإصلاح يسير ولله الحمد، ولكن الأسئلة معطلة. ما نعانيه اليوم ليس قلة عدد الأنشطة المتعلقة بالإصلاح، ولا قلة عدد المشاريع المعنية بالإصلاح، ولا قلة عدد المؤسسات المعنية بالإصلاح، بل ولا قلة عدد الأفراد المعنيين بالإصلاح، ولكن يكمن الخلل والله أعلم في أن هذا الإصلاح
يواجه أسئلة مسكوتا عنها، فإذا أثيرت هذه الأسئلة فإنها كفيلة بأن تغير العملية الإصلاحية برمتها. نحن الآن كمن يسير في طريق أو من يقف على يعني الطريق ينتظر سيارة تقله من مكان إلى آخر، وعندما جاء صاحب سيارة الأجرة وقف وركب هذا الشخص، قال تفضل أخ إلى أين؟ قال إلى أي مكان، إلى أي مكان، لأنه لا يعرف إلى أين يريد أن يصل ولا يعرف ما هو مقصده. فلذلك لا بد من أن نثير هذه الأسئلة المسكوت عنها، وطبيعة الأسئلة المسكوت عنها أن الجواب عنها لا يمكن أن يكون جواباً واحداً، لأنها تتعلق بطبيعة الإنسان، والإنسان بطبعه متقلب، لا بد أن يكون هناك اختلاف في الأجوبة، ولكن هذا لا يعفينا من إثارة التساؤلات. الأسئلة المسكوت عنها ليست أسئلة رياضيات 1+1=كم، ولكنها أسئلة لا بد أن نبعثها باستمرار حتى نصل إلى ما نريد. وأنا لم آتي هنا لأجيب عن تلك الأسئلة، لأنني بكل بساطة لا أملك الجواب، وينبغي لي ألا أملك الجواب. فأسئلة متعلقة بمصير أمة لا يمكن أن يجيب عنها شخص واحد كائنا من كان، ولكن أبذل الجهد في إثارة التساؤلات، وأقولها بحرقة بأنني يوم أمس نشرت على صفحتي في الفيسبوك بأنني يوم غد سوف ألقي درسا عنوانه المسكوت عنه من أسئلة الإصلاح، فماذا تتوقعون أن تكون هذه الأسئلة؟ فلم يأتي من الإجابات إلا أقل من القليل. ثم أرسلت نفس السؤال اليوم عبر الواتساب إلى مجموعة من الناس الذين أحسب بأنهم من المثقفين أو ممن يسكنهم هم الإصلاح، ولم أتلقى إلا 3 إجابات كلها تعبر عن شجون عند أصحابها. واحد من الشباب في الجامعة ولم يتزوج، فرأى بأن السؤال الأهم هو أين صندوق الزواج. واحد من الشباب يعني أمر متعلق بتربية الأبناء، قال كيف تكون تربية الأبناء. وأنا لا أحقر أحدا ولا أقول، ولكن أقول بأن هناك من الأسئلة ما هو أخطر وأهم من ذلك. من وجهة نظري، وهي كما قلت تحتمل الصواب والخطأ، أول الأسئلة المتعلقة بالإصلاح هي الأسئلة المتعلقة بالزمان. أين كنا في الماضي؟ وأين نحن اليوم؟ وأين نريد أن نكون غداً؟ أين كنا في الماضي؟ في كل جانب من الجوانب. أين كنا في الماضي على مستوى الأفراد؟ أنا هذا الذي أتكلم، أين كنت في الماضي في عبادتي؟ أين كنت في الماضي في علمي؟ أين كنت في الماضي في علاقاتي الاجتماعية؟ أين كنت في الماضي في الجانب المالي؟ أين كنت في الماضي فيما يتعلق بصحتي؟ وكذلك كل واحد ممن يرومون هم الإصلاح ينبغي أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال. ونفس السؤال
أسأله نفسي أين أنا اليوم في كل هذه المجالات، فيما يتعلق بعلاقتي بربي سبحانه وتعالى، ما يتعلق بعلمي، ما يتعلق بعلاقاتي الاجتماعية، ما يتعلق بنمط تفكيري، ثم أسأل أين أريد أن أكون في المستقبل، وأقارن بين هذه المسارات الثلاثة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نحن نعمل في إطار الزمن، والزمن يعمل فينا. فإذا لم نسأل أنفسنا أسئلة متعلقة بالزمان، فإن الأيام تمضي، والواحد فجأة يجد نفسه وقد اقترب من النهاية المحتومة. في شهر رمضان الماضي تنبهت فجأة بأنني وصلت إلى سن 40. استيقظت هكذا فجأة وقت السحور، وتنبهت بأنه قد مضى من عمري 40 عاما. ألا يثير هذا تساؤلا؟ أين كنت في الماضي؟ وأين أنا الآن؟ وماذا أريد أن أحقق غدا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد، سواء الغد القريب الذي هو في الدنيا أو الغد البعيد الذي هو في الآخرة. وهذا السؤال الذي يطرح على مستوى الأفراد لا بد من أن يطرح على مستوى الأسر. أسرتي أين كانت في الماضي في كل تلك المجالات التي ذكرناها؟ وأين هي الآن؟ وأين أريد ويريد أفرادها أن يصلوا يوم غد؟ وكذلك تطرح على، ينبغي أن تطرح على مستوى المشاريع. مشروع من مثل هذا الدرس الذي نحضره كم مضى عليه الآن؟ هذا الدرس كم مضى عليه الآن؟ فلا بد من أن نتساءل أين كان هذا الدرس في الماضي، وكيف كانت أوضاعه، وكيف هو الآن، وكيف نريد أن يكون في المستقبل. أما إذا لم نطرح هذا التساؤل فإننا في كل أسبوع يوم الخميس نأتي والحمد لله وعقدنا الدرس وكان الحضور جيدا و المسجد امتلأ عن آخره وحضر الرجال والنساء، لكن ماذا بعد ذلك؟ هل هذا هو غاية المطمح الذي نريده؟ الآن توجد مساقات دراسية تدرس على مستوى ماجستير وعلى مستوى دكتوراه، تسمى الدراسات الاستراتيجية، التي تقارن بين الماضي والحاضر والمستقبل، وبعضهم ترجمها إلى الدراسات الارتيادية أو الاستشرافية. لو جئتم إلى الناس غير المعنيين بهم الإصلاح لوجدتم بأنهم قد سبقونا في هذا الجانب بمراحل. ولو جئنا ولنكن منصفين مع أنفسنا من المعنيين بالإصلاح ولكن ليس على منهج أهل الحق والاستقامة، وإنما وفق مناهج أخرى، أسسوا مراكز للدراسات الارتيادية. أحد هذه المراكز في لندن، ويصدر سنويا دراسة تقارن بين الماضي البعيد والماضي القريب، مقارنة بين هذه السنة والسنة التي قبلها، وكيف ستسير الأمور في المستقبل. المؤسسات السياسية كذلك تعتني بهذا الجانب، توجد مراكز تسمى مراكز الدراسات الاستراتيجية. ولو كان الأمر إلي لقلت بأن الدراسات الاستراتيجية أو الدراسات الارتيادية هي فرض كفائي، لأنها
مثل المصلحة المرسلة الذي لا يتحقق النهوض إلا بها. أما أن تكون عندنا مشاريع متعددة وعندنا بيوت وعندنا مساجد وعندنا مدارس وعندنا حلقات وعندنا كل شيء ونحن نمضي دون أن نعقد المقارنات، فهذا لا يؤدي بنا إلى كثير جدوى أو فائدة. وليس بالضرورة أن الأوضاع في الماضي أفضل على إطلاقها، كما أنه ليس بالضرورة أن الأوضاع في الحاضر هي أسوأ على إطلاقها. فالذي يأتي ويقارن ويحلل ويدرس سيجد في بعض الجوانب أن عندنا في الحاضر نقاط قوة مقارنة بالماضي، وعندنا نقاط ضعف مقارنة بالماضي. على سبيل المثال، لو قارنا في جانب الحضور للصلاة لصلوات الجماعة، ولنقل مثلا صلاة الفجر، بين الماضي والحاضر، بين قبل 30 عاما وبين وضعنا الحالي، هل كانت المساجد تمتلي في أوقات الصلوات؟ سماحة الشيخ يقول بأنهم كانوا يفرحون بالشاب يدخل إلى صلاة الفجر ولو لم يصلي جماعة في ذلك الوقت، بينما الآن تجد صفا أو صفين من الأطفال. فإذا في هذا الجانب وضعنا أفضل، وينبغي أن ندرس كيف نستطيع أن نحافظ على هذه الأفضلية للمستقبل. لكن في جوانب أخرى، لو جئت لتقارن مسألة صلة الرحم بر الوالدين، العلاقة مع الجيران، كل ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، تجد مثلا الآن بكل بساطة تقول متى رأيت أمك أو أباك، وهم يسكنون في نفس المنطقة، يقول لك قبل يومين، قبل 3 أيام. متى اتصلت، متى التقيت أنت وأخيك، يقول لك قبل 3 أشهر مثلا. فإذن هناك جوانب ضعف كذلك، لابد من أن نفكر كيف للعملية الإصلاحية أن تعالج مثل هذه القضايا. فإذن هذا هو السؤال الأول. السؤال متعلق بماذا؟ متعلق بالزمان، أين كنا في الماضي وأين نحن الآن وأين نريد أن نصل في المستقبل. السؤال الثاني متعلق بالمكان. الإصلاح له أماكن وله مؤسسات تقوم به، ففي الماضي في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان المسجد والمجالس النبوية التي يجلس فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي المكان الأول للإصلاح. ثم كل صحابي من الصحابة الذين حضروا ذلك المجلس أو بلغهم ما قيل في ذلك المجلس، أو أنهم جلسوا مع صحابة آخرين نقلوا إليهم الهدي النبوي، ينقلون العملية الإصلاحية إلى أين؟ إلى بيوتهم، فيكون البيت هو المكان الثاني للعملية الإصلاحية. المدرسة تأخرت كثيرا، لم توجد المدارس بنظامها الحالي أو حتى بنظامها المعروف المتعارف عليه عند المسلمين إلا بعد مرور قرن أو قرنين من الزمان. السؤال الآن بالنسبة لوضعنا الحالي، ما هي الأماكن التي يوجد فيها الإصلاح؟ هل الإصلاح يتم في المسجد؟ فينقلنا نعم. متى؟ متى يدخل الناس إلى المسجد؟ يدخلون متى؟ أوقات الصلوات قرب الإقامة، وبعد الصلاة يخرج الجميع إلا ما ندر. هناك أوقات محددة
الله سبحانه وتعالى جعل لها الأفضلية، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها متى؟ بالغدو والآصال. من؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يجب علينا أن نكون منصفين مع هذه الأنفس. هل نحن من هؤلاء؟ هل نحن من هؤلاء؟ هل نحن من هؤلاء الرجال؟ في بيوت أذن الله أن تذكر أن ترفع ويذكر فيها، يعني في داخلها ليس في الخارج، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم نعم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أحسنت، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا لا بد أن نتساءل، هل هذا المكان الذي استمر مدة ليست بيسيرة من الزمن، وهو المكان الذي تتم فيه العملية الإصلاحية، أين هو اليوم؟ وهل يمكن أن تقوم أي مؤسسة أخرى بالدور الذي قام به المسجد؟ لابد من إثارة هذا التساؤل. ثم كل هذه التساؤلات لابد من أن نقارنها مع أوضاع الآخرين. قرأت كتاباً كتبه مجموعة من الليبراليين، عنوانه صناعة المفتي، ولكن فيه من الحقائق الشيء الكثير. في باكستان أكثر من 30,000 مدرسة. تعرفون أين تقام هذه المدارس؟ معظمها في المساجد، معظمها في المساجد. ولذلك أنا لا أقول بأن كل ما يقوم به هؤلاء الإخوة صواب أو أنه على حق، لكن أقول بأنهم استثمروا واستغلوا وجود تلك المساجد للقيام بالإصلاح. تعرفون كم عندنا في عمان؟ كم عدد المساجد؟ في عمان ما يقارب 12,000 مسجد. 12,000 مسجد، لو أن عشرها، كم عشر 12,000؟ ها؟ 1200. لو أن 1% منها، كم 1% من 12,000؟ كم؟ إن رياضيات، نعم 120. لو أن 120 مسجدا 1%، كل مسجد أنتج في كل عام شخصا مصلحا واحدا، جماعة ذلك المسجد الذين يقولون بأننا نحن نريد الإصلاح، استطاعوا من يعني جماعة 120 مسجدا أن ينتجوا، أن يضيفوا إلى من يريد إصلاح البلاد والعباد شخصا واحدا. كيف سيكون الوضع الآن؟ لكن لماذا؟ لأننا نحن لم نتساءل ما هي الأماكن التي ينبغي أن يكون فيها الإصلاح، والمسجد أولها. ثم إضافة إلى ذلك البيوت، كما قلنا بأن هكذا كان الهدي النبوي، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك وإنه لذكر لك ولقومك. يبدأ الإنسان، يبدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم الأقرب فالأقرب، هكذا هو الهدي النبوي. من المشكلات التي تعانيها العملية الإصلاحية فيما يتعلق بالمكان أننا نترك الموجود ونبحث عن المفقود، نحاول دائما أن نؤسس لأماكن جديدة.
موجود هذا المسجد؟ لا، يحتاج أن ننشئ مسجدا ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، وتتعدد الأماكن. موجودة يعني هذه السبلة؟ لا، يحتاج سبلة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. موجودة هذه البرزة؟ لا، يحتاج إلى كذا وكذا وكذا. وللأسف هذا النمط من التفكير ليس على مستوى الأفراد فقط، وإنما على مستوى مختلف مؤسسات الأمة. أصبح تشييد الأماكن هو الشغل الشاغل. تريد أن تدرس؟ لا، لا بد من أن تبني مبنى مشيدا، تكون مدرسة والفصول فيها كذا وكذا وكذا. ونسينا سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل الشجر. ثم يعني المساجد الموجودة لا تستغل. أنا عندما ذهبت إلى حلب وجدت بأنهم في جامع الفتح يدرسون حتى تحت الدرج، تحت الدرج مستغل ذلك المكان. هذا موجود معلم ومعه 3 أو 4 يدرسون ويخرجون، يخرجون طلابا في كل عام. فإذا هذا هو السؤال الثاني. نحن لسنا بحاجة إلى مزيد من الأمكنة. الأمكنة متاحة، الأمكنة متاحة، المساجد، المجالس العامة، المدارس الموجودة. ولكن السؤال هو هل نحن بالفعل يعني عندنا رؤية تتعلق بالسؤال السابق؟ خططنا في المستقبل كيف سيكون وضع هذه المساجد، وكذلك في الماضي كيف كان وضع هذه المساجد، وكيف هو وضعها الآن، وماذا نريد منها أن تنتج في المستقبل؟ فلا بد من أن نبحث هذا السؤال مع أنفسنا مرات ومرات. السؤال الثالث هو سؤال الأدوات. العملية الإصلاحية، أنت عندما تريد أن تصلح أي شيء، ما معنى الإصلاح؟ هل الإصلاح هو إيجاد شيء من العدم؟ حتى عندما تقول الشيء الفلاني أريد أن أصلحه، ما معنى كلمة أريد أن أصلحه؟ هذا الهاتف عاطل، أريد أن أصلحه. هل هذا يعني بأنني سوف أستحدث هاتفا من العدم؟ وإنما أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى أدوات معينة أصلح بها شيئا موجودا. تحتاج إلى أدوات، أريد أن أصلحها. تقول، تأخذ للمصلح، تقول لي يا مصلح أصلح لهذا الهاتف، يقول لك طيب سأحتاج إلى مفك، وأحتاج إلى منظار، وأحتاج إلى كذا، حتى تتم عملية الإصلاح، حتى إصلاح البلاد والعباد يحتاج إلى أدوات. والأدوات كثيرة، ولكن هناك 3 أدوات تعتبر الأساس في أي عملية إصلاحية بين البشر، وهي الرجال والعلم والمال. ما هي؟ الرجال والعلم والمال. لا يمكن أن تتصور وجود عملية إصلاحية بدون رجال يقومون بها. وفي علم الإدارة مروا بمراحل. في البداية قالوا بأن الشركات إذا أرادت أن تحقق أرباحا لابد من أن تهتم بالموارد الموجودة عندها، يعني عندها أجهزة ومعدات ونحو ذلك. ثم قالوا لا، الشركات إذا أرادت، والدول والمؤسسات جميعا إذا أرادت أن تحقق أرباحا لابد من أن تهتم بمورد الوقت. ثم قالوا، ثم في نهاية المطاف وصلوا بأن المورد الأول الذي لا يستغني عنه أحد هو ما يسمى الآن بالموارد البشرية.
وهي التي عبر عنها الأقدمون بالرجال، لا يقصدون بالرجال جنس الذكور، وإنما المقصود بالرجال هو ماذا؟ هو الجنس البشري، وإنما ذكروا كلمة الرجال من باب التغليب. فعندما جاء أصحابنا، أولا عندما جاء الأنبياء والمرسلون اعتنوا بماذا؟ اعتنوا بإيجاد رجال يحملون عنهم ذلك الدين ويبلغونه للناس. والله سبحانه وتعالى أوصى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أكملوا الآية: ولا تعد عيناك عنهم. ولا تعد عيناك عنهم، لا بد أن تصنعهم، لا بد من أن تعتني بهم. ولذلك عندما قبض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلف من بعده رجالا يحملون ذلك الدين، وهكذا فعل أصحابنا. عندما جاء الإمام جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه جمع من حوله تلاميذ من أمثال أبي عبيدة مسلم بن أبي كريم التميمي رضي الله عنه، وعندما جاء أبو عبيدة جمع من حوله ماذا؟ من حملت العلم إلى عمان، وحملت العلم إلى المغرب، وحملت العلم إلى اليمن، وحملت العلم إلى خراسان، وحملت العلم إلى مصر. وهكذا عندما جمعهم أولئك القلة القليلة الخير والهدى الذي وصلنا إلى اليوم عن طريق أولئك الرجال القلائل، والناس ألف واحد منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. وهذه الكلمة هي التي قالها سماحة الشيخ حفظه الله تعالى عندما قال بأننا نحن الآن ما ينقصنا هو ماذا؟ ينقصنا الرجال الذين يحملون هذا الدين. والأمر الثاني العلم، والعلم لا يأتي بانفراده، وإنما يحمله أولئك الرجال، أولئك الرجال هم الذين يحملون العلم. طيب، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما كان يحدث في الماضي أن الأمة تعتني بإيجاد هؤلاء الرجال. مثلا في عصر الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله تعالى جاء وجمع من حوله مجموعة من طلبة العلم، وأولئك الطلبة بدأ يعلمهم فيما يتصل بالعلوم. أولا يبدأون بماذا؟ بعلوم اللغة، يدرسون مبادئ يسيرة بسيطة في النحو، وكيف وكان دائما يردد لهم كما أخبرني بذلك شيخنا الرضي سعيد بن عبد الله بن غابش رحمه الله تعالى، يقول كان الإمام الخليلي يردد دائما: تعلموا من النحو ما تقيمون به عوج ألسنتكم. فإذا فرغ الطالب من مبادئ في النحو انتقل به إلى مبادئ في الفقه، وكذلك يساير ذلك شيئا من الأدب والشعر، ثم ينتقل هكذا في كل مرة حتى يتكون عنده أساس. وجدوا أن عنده الأساس الكافي، قالوا: يا فلان ذهب إلى القرية أو البلدة التي جئت منها وعلم أهل بلدتك ما تعلمته. وهذا امتثال لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. متى تمت الآية؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من أجل ماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالدروس العامة فيها خير،
لكن هل توجد الرجال الذين يحملون العلم؟ هل توجد الرجال الذين يحملون العلم؟ لا توجد الرجال الذين يحملون العلم. لا بد إذن من أن نتساءل أين هي المحاضن التي توجد الرجال الذين يحملون العلم. علوم اللغة في المقام الأول التي سماها العلماء علوم ماذا؟ الآلة، علوم الآلة، ثم بعد ذلك ما يتصل بالفقه وجرعة من التفسير. ولم يكن العلماء يقتصرون على إعداد الطالب في هذا الجانب، وإنما كانت عندهم مثل الكلمة المتوارثة، قالها الشيخ صالح بن علي الحارثي رحمه الله للإمام السالم، قالها أولا الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي للشيخ صالح بن علي: تعلم الأخلاق والأدب قبل أن تتعلم العلم. ثم قالها الشيخ صالح بن علي لتلميذه نور الدين السالمي: تعلم الأخلاق والأدب قبل أن تتعلم العلم. ثم قالها الإمام نور الدين السالمي لتلاميذه: تعلموا الأخلاق والأدب قبل أن تتعلموا العلم. ولذلك كان هناك تكوين شامل متكامل لرجل تعتمل في نفسه العقيدة، كما قال أبو حمزة الشاعر رضي الله تعالى عنه: تعيرونني بأصحابي أنهم شباب، نعم شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، بطيئة إلى الباطل أرجلهم، لقد أنضاء عبادة وأطلاح سهر، لقد نظر الله إليهم في جوف الليل، منثنية أصلابهم على أجزاء القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة وكأن زفير جهنم في أذنيه، حتى إذا رأوا سهام العدو قد فوقت ورماحه قد انتضيت وأرعدت الكتيبة بصماعق الموت وأبرقت، استهانوا بوعيد الكتيبة مستنجزين لوعد الله، فمضى الشاب هنالك قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه، فكم من خد عتيق فلق بعمود الحديد، وكم من يد أبين معصمها عن ساعدها، طالما اعتمد عليها صاحبها في سجوده في جوف الليل، ثم بكى وانتحب إن جن ليل صفف الأقدام، ودمعه في خده انسجاما، يتلو كتاب ربه ترتيلا، مبتلا لنفسه تبتيلا، تراهم في ضمير الليل، صيرهم مثل الخيالات تسبيح وقرآن. هؤلاء هم الرجال الذين يحملون العلم، عندهم نحو، عندهم بلاغة، وعندهم فقه، وعندهم نحو ذلك، ولكنهم كذلك هم رجال مكتمل الشخصية. كيف يمكن أن تقوم العملية الإصلاحية إذا لم يوجد أمثال هؤلاء الرجال؟ وإذا كنا نتنقل بدروسنا من مكان إلى مكان، والمشتغلون بهم الإصلاح تراهم تارة في الشرق وتارة في الغرب، ونفرح بأن الدروس يحضرها مئات وآلاف، ونتبارى هذه المحاضرة كم سيحضرها، نعم أنا لا أنكر بأن هذا الجهد العام فيه خير عظيم، لكنه لا يمكن أن ينتج أمثل هؤلاء الرجال. فلا بد من أن توجد أمثال هذه المحاضن. لو خير المصلح العاقل بين أن يلقي محاضرة بعد الفجر، ومحاضرة بعد الظهر، ومحاضرة بعد العصر، ومحاضرة بعد المغرب، ومحاضرة بعد العشاء على مدار العام، ويحضرها 5000 شخص لكل واحدة، وبين أن يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، واحد أو اثنان أو ثلاثة يحضرون درسا دائما، يسيرون بالتدرج، يبدأون بعلوم اللغة ويمرون بعد ذلك على مبادئ الفقه، ثم ينتهون إلى غيرها من العلوم، ويكون نفسه ويكونهم في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، يدعون ربهم خوفا وطمعا، لو خرج من عنده في كل عام واحد، بل لو خرج من عنده في عمره بأكمله واحد، أي الفريقين أحق بالأمن؟ العملية الإصلاحية الآن ليست كثرة المحاضرات،
تعال وادخل أي مسجد أو افتح هاتفك في أي يوم، كم عدد المحاضرات التي تلقى؟ ستجدها بالمئات إن لم تكن بالآلاف، لكن ما ينقص هو وجود شخص مستعد لأن يصبر نفسه، كما قال الله تعالى: ولطالما حدثني شيخنا الرضي سعيد بن عبد الله بن غابش رضي الله تعالى عنه، الذي هو امتداد لتلك الزمرة المؤمنة إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: كان يأتيني وقت لا يدرس عندي إلا شخص واحد، ولكن أنا لا أبالي بالعدد، أبالي هل سيوجد من يحمل عني أو لا، فإذا وجد من يحمل عني ولو شخص واحد فلا أبالي، والأوقات عندي رخيصة من أجل إيجاد شخص واحد يحمل عني. فهل أضاع عمره وقد ناهز 90 أو جاوزها عندما انتقل إلى جوار ربه؟ ما أضاع عمره. لماذا؟ إن هذا هو الذي كان الفكر الذي يحمله. فإذن هو نداء لكل من يسمع هذا ممن آتاهم الله سبحانه وتعالى العلم وآتاهم الهدى وجعل نفوسهم مستنيرة بنور الله تعالى: آن الأوان لأن تضاء المساجد بالذكر وبالعلم. الأداة الأخيرة وهي المال، والحديث عنها ذو شجون، ومن أسف أننا أصبحنا ننظر إلى المال كنظرة الدراويش، ومن أسف أننا لا نقرأ تاريخ أصحابنا رضي الله تعالى عنهم. في هذا المسجد قبل أكثر من 10 أعوام ألقيت محاضرة عنوانها دعاة وتجار، ودعوت في ذلك الوقت من شاء إلى أن يرجع إلى كتاب طبقات المشايخ بالمغرب للعلامة الدرجيني رضي الله تعالى عنه، قرأوا عن الحقبة التي وجد فيها أبو عبيدة مسلم بن أبي كريم التميمي، لا تكاد تقلب صفحتين أو ثلاث كلما جاءك بسيرة أحدهم إلا قال: فلان بن فلان وكان موسرا، فلان بن فلان وكان موسرا، فلان بن فلان وكان موسرا. عندما مات ضمام بن السائب رضي الله تعالى عنه، تعرفون كم الديون التي كانت عليه؟ الديون التي عليه 250,000. كيف يقترض 250,000 من ليس عنده يعني قدرة على أن يتخيل هذا الرقم؟ وقال لهم أبو عبيدة: صلوا على صاحبكم. فتنازعوا أمرهم بينهم من الذي يؤدي هذا المال، كل واحد يقول: أنا الذي أؤدي. ثم قال الفضل بن جندب ما معناه: لن يؤديه أحد غيري. وباع الفضل بن جندب أموالا لزوجه، بعضها في صحار وبعضها في البصرة. هذه يعني حتى النساء من عندهم نساء أعمال. أحد دعاة الأصحاب كان عنده سلسلة فنادق في القرن الثاني الهجري في مصر، وكان ينفق على الدعوة بجزء من ريع تلك الفنادق. إذن المال ضرورة، بدون مال لا يمكن أن تسير الأمور. ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، فالمحاضرة متوفرة وموجودة، من شاء فليرجع إليها. آخر سؤال أطرحه هنا هو سؤال أو أسئلة نقد الذات: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. مثل ما قلنا، مسألة المقارنة بين الماضي والحاضر والمستقبل، لابد لكل واحد منا أن يقيم
لنفسه من نفسه على نفسه حكما، يجعل من نفسه حكما وقاضيا على من؟ على نفسه. وإذا كان هذا ينطبق على الأفراد فكذلك ينطبق على الأسر. لا ننتظر أن ينتقدنا الآخرون، بل لابد من أن ننقد أنفسنا. ما هي العيوب التي تعتمل في أنفسنا؟ عيوب القلوب وعيوب الأعين وعيوب الآذان وعيوب التفكير وعيوب مختلف أنواع العيوب. وإذا تكرم علينا أعداؤنا بالنقد فينبغي أن لا نحزن، بل ينبغي أن نفرح. لماذا؟ لأن عدوك ينقدك دون مجاملة، فتعرف بذلك ما هي عيوبك، أليس كذلك؟ فهناك عيوب كثيرة موجودة وتشكل ظواهر عند الأفراد الذين يريدون الإصلاح، وعند المؤسسات التي تريد الإصلاح، وعند يعني طبعا المؤسسات سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمعية أو نحو ذلك. من أبرز هذه العيوب التي ينبغي أن نسأل عنها أنفسنا هل نحن نسير في حيواتنا وفق خطة واضحة؟ وهل استطعنا أن ننتقل من مرحلة العشوائية إلى التخطيط؟ ثم هل هذا التخطيط يتنافى مع الاحتكاك بالمجتمع والانغماس في همومه؟ بعض الناس يقول أنتم عندما تتحدثون عن التخطيط تنظرون إلى ما يتحقق من مصالح للفرد، ولكن لا تنظرون بأن ذلك التخطيط يعني أن الإنسان سيضطر إذا أراد أن يحقق ما يريد إلى أن يحجب نفسه عن بعض الناس. أنا أتكلم عن نفسي بأنني أتلقى في كثير من الأحيان دعوات، يا فلان تعال نريدك أن تلقي درسا في المكان الفلاني، ثم أعتذر. لماذا؟ هذا الدرس فيه خير وفيه بركة وسيحضره جمع وأنت بذلك تبلغ ما أمرك الله تعالى به. يقول نعم، ولكن هذا يتعارض مع خطتي التي وضعتها لنفسي، أين أريد أن أكون في المستقبل، وأين أريد أن أكون، ماذا أريد أن أكون قد حققت قبل أن ألبس ثوب الكفن وأوضع في قبري. فيثور جدال بأن هذا النهج أنتم أخذتموه من غرب مادي لا يؤمن بالله ولا برسوله. وأقول لا، نحن أخذناه من هذا الكتاب، من الكتاب العزيز. افتحوا إن شئتم سورة المجادلة أو المجادلة. في سورة المجادلة أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في مجلسه، طبعا عنده مهام ثقيلة ومأمور بالتبليغ ومأمور بإعداد ذلك الجيل من أمثال أبي بكر وعمر ومصعب بن عمير وغيرهم، وكان الأعراب يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي الأعرابي فيقول له
يا رسول الله أريد أن أناجيك. والقضية المتعلقة بالمناجاة قضية شخصية يمكن أن يقوم بها أي واحد من الصحابة، ولكن ذلك الأعرابي يريد أن يظهر بأن له مكانة خاصة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ضاعت العملية الإصلاحية وأصبح هناك في الأمر عشوائية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجلس يأتيه أعرابي، رجع لا يكاد يجلس ويبدأ مرة أخرى حتى يأتي أعرابي آخر، ثم يأتي أعرابي ثالث، واستمر الأمر على هذا المنوال. ومن أجل أن يسير وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفق ما خطط له نزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كل من يريد أن يحظى بوقت خاص له وحده من دون الناس مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هناك مقابل مادي، ستحظى بهذا الوقت. فمنذ ذلك اليوم كف الأعراب عن المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسارت العملية الإصلاحية وفق ما خطط لها. كذلك كان يعاني ويعاني غيره من العاملين معه من أن البيوت تطرق هكذا في أي وقت، في النهار في الليل، ومن يستأذن عليه أحد. كان العرب في الجاهلية إذا أتاه ضيف لا يمكن أن يقول له لا. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، إيش الآية الكريمة اللي هي: وإذا قيل لكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، لا أقصد الآية التي فيها: وإذا قيل لكم ارجعوا نعم، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. منذ تلك اللحظة أصبح الصحابي عندما يستأذن عليه إنسان وعنده جدول معين يريد أن يحقق هدفا معينا، إذا جاءه إنسان أدخل يقول له ارجع، لا يخجل أن يقول ارجع. لماذا؟ لأنه لو لم يقل له ارجع فإن تلك الأوقات ستمضي هكذا. ولذلك كانت الحصيلة حصيلة جيدة. الآن أوقات الدعاء مهدرة وأوقات المصلحين مهدرة. لماذا؟ لأن الداعية قد يكون من الأساس لم يخطط وقته، وإذا خطط وقته يكون قد جلس ليكتب أو ليقرأ أو ليؤدي دورا معينا من الأدوار الموكولة إليه. يأتيه طارق من زملائه: ما شاء الله فلان، أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يجلسون، خرج أولئك، جاء فوج آخر، وتسير الأمور على هذا المنوال. فلان: نعم، هل عندك ارتباط يوم الخميس؟ نعم، أريد أن أكتب كذا وكذا، أو عندي حلقة مع مجموعة من الطلاب يدرسون معي متن الأجرمية. ما شاء الله، كنا نريدك أن تذهب إلى الوادي الفلاني لتلقي درسا هناك. ماشي، بس ترى الله خميس يعني يوم واحد سأذهب. يتصل بأولئك الطلاب المرابطين معه: يوم الخميس لا تحضروا، أنا صار عندي ظرف معين. وهو في الطريق يأتيه اتصال ليوم الجمعة، واتصال ليوم السبت، واتصال ليوم الأحد، واتصال ليوم الاثنين، ويستمر العام الأول والعقد الأول والقرن الأول، ونحن مكانك سر. وفي مقابل ذلك أولئك الذين نظروا وخططوا، ننظر إليهم بعد مدة من الزمن ونجد أن أولئك الأقوام عندهم رجال يحملون علما ولديهم من المال ما يكفي، ونحن نقعد يشكو بعضنا لبعضنا، وما مفاد من شكى ومن بكى. فإذا لا بد من أن ننقد أنفسنا، وألا نحرج أن نقول كلمة لا إذا كانت تتعارض مع رؤية نحن اختططناها لأنفسنا
وكل واحد منا يقول لنفسه فامض لما أراك الله. إذا كان الله تعالى قد أراه بأن المصلحة هناك فعليه أن يمضي حيث تكون المصلحة. هذه كانت أقرب ما تكون إلى الخواطر، وما أنصح به نفسي وأنصح به كل واحد من إخواني أن نعود أنفسنا على التساؤل المستمر في كل يوم، في كل أسبوع، وفي كل شهر، وفي كل عام، وفي كل عقد. لابد من المراجعة الدائمة، ولابد من طرح هذه الأسئلة المتعلقة بالزمان: أين كنا في الماضي؟ أين نحن اليوم؟ أين نريد أن نكون في المستقبل؟ على مختلف الجوانب، ولابد من أن نطرح الأسئلة المتعلقة بالمكان: هل نحن استثمرنا هذه الأمكنة، المساجد والمجالس العامة والبيوت وغير ذلك، لاستثمار أو التثمير الأمثل؟ والأسئلة المتعلقة بماذا؟ بنقد الذات، فلابد من أن ننقد ذواتنا. إذا فعلنا ذلك فإن الأمة التي تثور فيها التساؤلات هي الأمة التي يتحقق لها الشهود الحضاري الذي تريده. أقول ما تسمعون، فإن أصبت فذلك فضل من الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.